السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ربنا يحفظكم ويحفظكم جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. دي ارانب، ارانب كنتاكي. هتقولي ارانب كنتاكي دي في حاجة اسمها ارانب كنتاكي؟ اقولك اه، انا عملت الارانب كنتاكي يا ستي. دي فراخ يا ستي، ما انا عملتها بقى بالارانب، بس طعمها تحفة وتعجبك اوي اوي اوي، عشان الاطفال مش عايزين ياكلوا ارانب. يلا بينا اوريكم عملتها ازاي بطريقتي انا، وبجد بجد سهله اوي، بسيطه وسريعه وهتعجبك اوي. يلا بينا. بجيب بوله كده فاضيه، احط فيها شويه دقيق، وبجيب بولة تانية فاضية كده اهو، بحط فيها برضو شوية دقيق، هنا دقيق وهنا دقيق. تمام. الخلطة دي خلطة بهارات اهي، بحطها هنا، وفي محبة على الدقيق التاني، يعني انا بحط هنا وهنا. البيكنج باودر برضو بحط شويه هنا، باقي هنا، ولو في نشا برضو يبقى كويس. دي كده اهي، بحط شويه توم باودر، وبحط بصل باودر، نفس القصه هنا اهو، شويه ثوم باودر وشويه ثوم باودر. انا ايه اسمك اهو الاثنين مع بعض، حط فلفل اسود هنا، حط شوية فلفل اسود هنا، وهحط كركم، تدي اللون الأصفر الجميل. شوية جنزبيل، شوية هنا جنزبيل، وأحط برضه هنا رشة ملح كده صغيرة، عشان البهارات فيها ملح على فكرة، وما بحط ايه، ما بزودش كتير، يعني حاجة بسيطة. فاضل ايه؟ بابريكا. نزل كتير، معلش اهي نحطهم هنا. وممكن نعمل القصة دي كلها في بولة واحدة، خلاص. وبعد كده ايه بنقسمهم. كده خلصتها، هخليها على جنب دي لسه. انا غاسله ايدي على فكره، ممكن لو يعني ممكن البس جرافس، يعني هحط كاتشب
حطي بضايه انا البس جرافس احسن علشان انا بتضايق اساسا لما ايدي بتتعص من الاكل. باجي هنا بقى ايه بقلب حبه حبه كده بشويه ميه لما بتتقلب كده والميه بقى بحط حبه حبه حته حلوه بصراحه يعني. للأسف ان انا مش هاكل من الاكل ده. بص الخلطة عامل ازاي، ولا تخينة قوي ولا سايبها قوي، في الوسط. وعلى فكرة لو فاضت منك ممكن تحطيها في كيس وتشيليها في الفريزر لو حبيتي تعملي تاني، يعني مش هنرميها. طبعا ايه انا محضره الحاجه كده، هنزل بحته الارنب هنا في السائل ده كده، الحته التانيه اكون انا بقى ايه مشغله العين على الزيت. انزل كده اهو اهي، والله احسن من كنتاكي. بمسكها بقى كده واحطها ايه في الدقيق. جت الطريقه دي هتعجبكوا قوي قوي. وهروح احطها على الزيت. انا حاطه الزيت على نفسه ومعليه عليه. همسكها بقى اللي هي اللي انا كنت حطاها في الدقيق، اعملها كده اهي. ولو عايزه الطبقه اكتر من كده شويه بتعمليها تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى شكلها عامل ازاي. يبقى لكم ايه عشان تشوفوها للاخر، وليها سهلة او بسيطة والاطفال كده يحبوها يعني. بس بقى كده بعد ما ظبطت كده وحسيت ان هي ايه خلاص حمار شوية بقلبها. ولازم يكون ايه يعني الطاسة عارفة لو صغيرة وتقضي قطعة ولا قطعتين وتبقى غويطة ما تاخدش زيت كتير كمان منك. كده خدت معايا اهي بالشكلها. هعمل تاني بقى كده في ايه في الورك بقى اللي انا عملته. طبعا انتوا عارفين لما بقلبه ايه بدوس عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما بياخدش وقت يعني.
سلام بقى لو حطيتي نشا يقرمش اكتر. بس للاسف ان انا ايه ما عنديش نشا. شوف التليفون بالراحة خالص. ايه رأيك بقى كده؟ والله افتح حلقتنا معاكم واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اكلة جديدة مع فيديو جديد ان شاء الله.